كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم كما نعلم فهو اليوم احتفال بالمرأة، اليوم العالمي للمرأة. كنشوف على أن خصو يكون توجه المرأة القروية، المرأة الفاعلة اللي منسية. حتى فاش كنصورها في الغوبورتاج وداك الشيء كنصوروا العذاب ديالها، ولكن ما كنكرموهاش، ما كنحتفيوش بها، ما كيحتفيش بها المجتمع، خصوصا المجتمع المتحضر. انا كنطلب من هاد الجمعيات انهم يجيبوا وحده من العالم القروي مكافحه ويكرموها. بوركوا نو؟ المراه كتعيش، شوف، مع التقدم يعني التغيير في القوانين، وهذا بحال قانون لا للعنف ضد النساء، كتعيش واحد التغيير، يعني واحد بزاف دابا هاد القوانين اللي كتدافع على المراه، ولكن هاد القوانين رغم انها دخلت حيز التنفيذ ولكن لا تطبق على حذافيرها، لان كاين عنف ما يمكنش اننا نعرفوه. كاين عنف يوم راسو، اصعب عنف هو العنف النفسي اللي كتعيشو المراه، سواء داخل البيت ديالها ولا مع خوها ولا مع راجلها ولا في الزنقه. فهمتي؟ راه المراه المغربيه راه غير منين كيقول لها واش ما تزوجتيش، راه في حد ذاته هذا عنف ضد المراه. الا واش هذا كيعاقب عليه القانون؟ ولا كيقول لها سميتو وتعيط طير وخصها كتقلب على راجل. فهمتي؟ راه كتلبس للراجل، راه كدير هذا في حد ذاته، واش هادشي كيعاقب عليه القانون؟ راه ما كيعاقبش عليه القانون. اياه كاين عنف داخل الادارات، راه ما يمكن نشوف عمر العنف داخل الوطن ولا تخارجه انه ما نقدروا نسيطروا عليه، خصوصا قانونيا وحقوقيا، لان القانون دائما فيه ثغرات. ما يمكنناش على اننا نسيطر عليه وعلى ان نقولوا ان المراه انها استطاعت ان تتغلب على هذا الامور. ولكن كنقول واحد المساله، ان المراه الا بغات راها كتقد. فهمتي؟ المراه الا قررت انها تحترم راسها راه كتحترمه. المراه الا بغات انها تحارب وتوقف راه كتحارب وتوقف. المراه الا ما بغاتش راه وقالت لا راه كتقول لا. مسيرة الرباط اليوم، أنا أحبذ مثل هذه المبادرات، يعني مبادرة نسائية جميلة خارج عن التكريم. يعني المرأة حين تطالب بحقها فهذا تكريم لنفسها قبل أن يكرمها الآخر. هذه المبادرة التي قامت بها مجموعة من النساء بمدينة الرباط هي مبادرة محمودة، ونتمنى مثلها في مثل هذا اليوم العالمي، لأن هنا المرأة تعبر عن ماذا ينقصها في يومها العالمي. فالمرأة لا يمكنها أن تكون شريك وحيد داخل التنمية. فالمرأة لا تكتمل أنوثتها إلا بوجود الرجل. أتحدث عن الأنوثة وحتى العطاء. المرأة والرجل لا يجب أن نفصل بينهما. المرأة تعطي إلى جانب الرجل، الرجل يعطي إلى جانب المرأة، هناك تكامل لقصد العطاء لهذا الوطن العزيز، مع الإشارة إلى القوانين الوضعية الجديدة على أنها وجب أن تكون في خدمة لا الرجل ولا المرأة. وحين نقول على أن لا للعنف ضد النساء، فأقول أيضا لا للعنف ضد الرجل. الرجل والمرأة يتقاسمان الهموم، يتقاسمان المشاكل، يتقاسمان حب هذا الوطن، فيجب على الوطن أن يجمعهما لا أن يفرقهما. وشكرا. السلام عليكم، عائشة الغفيري، رئيسة جمعية الأفق الأخضر للتنمية القروية بولاد سعيد جهة 16 دار البيضاء. أولا تحية عالية وغالية وكبيرة لكل النساء، خصوصا النساء المغربيات المكافحات المناضلات. أنا هذا النهار هذا باغية نثير انتباه لواحد الحاجة، وهي أن هذا اليوم ما خصناش نقتصروا فقط على الورود الحمراء وعلى التهاني وعلى النساء. أنا كنشوف بأن خصنا نشوفوا هذه المرأة ونشوفوا الأوضاع ديالها وندرسوا، يعني يكون واحد الدراسة، واحد نشوفوا شنو خصنا نقدموا لهذه المرأة، شنو ناقصها، شنو يعني ماشي غير تهاني وورود. كنشوف بأن المرأة المغربية كتخبط في بزاف ديال المشاكل، خصوصا المرأة القروية وحتى المرأة اللي داخل الحضر، يعني اللي داخل المدينة. من بين المشاكل اللي كنشوفو كتشوفوني لابسة الأبيض، يعني أنني عاد كيف قتلت زوج ديالي الله يرحمه، أني أنا عشت وعايشت هاد الموضوع ديال هاد النساء اللي كتفقد الزوج ديالها. كاين جوج د الفئات ديال النساء، كاين المرأة اللي كيكون راجلها ما خدامش، أي مات الراجل، يعني من نهارها ما عندهاش ما توكل لوليداتها، ما عندهاش أي دخل، ما عندهاش. هادوك مساك النساء اللي راه ما نعاودوش على المعاناة الكبيرة ديالهم. وكاينين النساء اللي كيكون الزوج إما موظف، موظف بسيط، موظف عادي، ولا كتكون عندها واحد لابونسيون، واحد المعاش اللي راه خصها تمشي تصايب الوراق، وهنا فين كاين المشكل.
هي ان طول الاجراءات ووفر وكثره الاوراق، يعني كثره الملفات الوثائق، وجيب هذه جيب هذه، والمصاريف، وكنأكد على المصاريف. حنا كنعرفوا بان الاغلبيه ربما هاد الزوج منين مات راه كان كيداوى، كان ما خلاش لهاد المراه اي، ما خلالهاش اي مدخول، ما خلالهاش اي، ربما حتى الجيب ديالها ما فيهش حتى درهم، ربما عندها وليدات عندها كرا خصها تخلصوا، عندها يعني مصاريف كثيره. انا كنشوف يعني الكثره، كنشوف بان اولا الحاله النفسيه ديال هاد السيده كيفاش كتكون، وثانيا انها كتجري عندك على الاقل واحد 15 يوم هذه القليله، 15 يوم باش توجد الوثائق ديالها. المصاريف اللي راها كثيره، بعض المرات كتمشي فوتوكوبي خصك هاد الوثيقه هذه، بعض المرات كتوصل حتى 100 درهم وكتفوتها في الوثائق، والوثائق كيسبق لي وقلت راها كثيره. مشاكل ديال فاش كتمشي للمقاطعه لي تامبر راه بعض المرات كي كنقول نعاود نقولها 100 درهم وفوق كتوصل لي تامبر، والوثائق راه كل اداره خصها الوثائق، كل يعني بزاف. انا كنشوف غير انا من 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 المعاناه ديالي الخاصه، شفت بان في 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 المقاطعه كاين ناس اللي ما تخلصوش من لي تامبر 60 درهم، قال لي لا ما تخلصيش، جوج الموظفين الله يكثر خيرهم من هذا المنبر هذا ما تخلصوش، الاخرين كيتخلصوا. يعني واحد المصاريف كثيره اللي حطيت غير باش نوجد الوراق، وعاد ما نهضروش على كاين الا بغيتي تحرك طاكسي ولا طوبيس ولا وسائل النقل. يعني انا كنقول بان نطلب من المسؤولين انهم يشوفوا الحاله ديال هاد النساء، خصوصا النساء الارامل، خصوصا النساء اللي كيتوفاو الازواج ديالهم. وشكرا. عاونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.